السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى انكم تكونوا في افضل الاحوال. اليوم جبت لكم هذا الفيديو، هذا نتمنى ينال اعجابكم ويرقكم، اللي هي كيكه بريستيج بالمول العجيب. نتمنىها تنال اعجابكم. لاول خطره تيشوف القناه نتمنى يشترك بالقناه مع لايك واشتراك مع تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. ما تنسوناش بتعاليقكم تعطيونا ارائكم بكم باش نقدروا نزيدوا. وغادي نبدا معكم الطريقه ان شاء الله والطريقه الاستعمال. المهم انا غادي نقطع لكم دابا واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي كريميه ومعلكه صراحه، تجي زوينه تذوب في الفم. انتم تشوفوا معايا، حطيت لكم هاد الطرف باش نوضح لكم الفيديو اكثر، انتما تلاحظوا معايا تجي الطبقه ديال الكيك، طبقه كريميه عليها من الفوق كما تلاحظوا معايا، صراحه تجي رائعه. نتمنى تنال اعجابكم، تصلح في تجي الضياف العيد يعني في اي وقت احتاجتوها. دابا غادي نبدا معكم الطريقه على بركه الله. غادي نستعمل 3 ديال البيضات، نحطهم في البول ديالنا. انا خديتهم بحجم كبير بحراره المطبخ، كاس ديال سنيده، 4 كاس ديال الزيت، 2 شاسيات ديال الكاكاو، تنطربوهم مزيان. الكاكاو اللي عنده بالعبار ياخد 2 معلقات، تنطربو مزيان باش يندمجو مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف كاس ديال القهوة مقطر، غادي نخلط كلشي. من بعد غادي نضيف 2 كيسان ونص ديال الدقيق فرص و2 خمارات حمر، غادي نجمع الخليط مزيان ونطربو مزيان حتى يتجمع لنا. ثم تلاحظوا معايا، وإلا كان الدقيق ما تيشربش ولا ديك ساعة الدقيق تبقى حسب الخليط. يعني هنا أنا استعملت 2 كيسان ونص ديال الدقيق فرص. من بعد غادي ناخذ المول العجيب ديالي اللي ديجا دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق وحطيتو في الثلاجة برد، وغادي نعلي يدي باش نخوي الخليط ديالنا باش تيخرج منه ديك الهواء، وغادي نقاد الخليط في المول وغادي ندخلو للفران ونتلقى. هانتوما تلاحظوا معايا الكيكه ديالنا راه وجدات. دابا غادي ندوز نصايب الكريمه ديالي اللي غادي نعمر بها البلاصه ديال المول. غادي نستعمل، ناخذ كسرونه هو الاول، غادي نستعمل فيها فلون ديال الشوكولا، غادي نديرو في الكسرونه، غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال نسكافيه او الشاصي ديال نسكافيه على حسب المتوفر عندكم. انا هنا درت معلقه صغيره، غادي نضيف عليها 3 معالق ديال سنيده كبار، غادي نضيف عليها ثاني 2 معالق ديال مايزينا اي نشا، غادي نزيد معلقه صغيره ديال الكاكاو او الشاصي ديال الكاكاو، وغادي نضيف عليها نص سيترو ديال الحليب، وغادي نحطهم فوق البوطه يتغلاو. مي قبل ما نحطهم على البوطه خصني نخلطهم مزيان باش يندمجوا مع بعضياتهم وما يبقاوش كويرات او حبيبات
في الحليب، خصنا ضروري نطربوه مزيان. من بعد غادي نديهم فوق البوطه، غادي نبقى نحركو حتى ما يبقاوش ديك الحبيبات ديال الكاكاو او ديال سنيده ولا ديال القهوه. غادي نخليهم يذوبوا مزيان فين نحس بهم دابو، والخليط ديالنا سخن ما نخليوهش حتى يعقد. غادي نضيف عليه الشكلاط، الشكلاط درت تقريبا 100 غرام. من بعد ما داب ديك الشكلاط خديت الخليط مازال مرخوف، يعني ما خليتوش يقصح، وغادي نعمرو في ديك الحفيره ديال الكيك ديالنا. كما تشوفوا معايا راه مازال جاري ومرخوف، وغادي نقادو ونحطو في الثلاجه يبرد، يعني يحتاج ليله كامله حيت هذه صايبته بحال هذا النهار. ولا غد ليه عاد غادي نزينها، هاد حتفت بها في الثلاجه. انتما تشوفوا معايا البنات الكيكه ديالنا راه جمدات. غادي نحط التزيين، غنزين بالباستا ومحكوكه، القرقاع، سيجار، دانيت ديال الشكلاط، حبيبات ديك العقيقات، حب الملوك. غادي ناخد دانيت غادي نديرو في الجنبات ديال الكيك ديالنا. وهنا استعملت دانيت ونص في تزيين الجنبات على حسب المول عندي كبير، مي ممكن تستعملوا غير واحد، هو على تبقى على حسب المول اللي عندكم والمتوفر عندكم. والتزيين خلاص تبقى على المتوفر هو عندكم، وباش قدرتوا تزينوا. مهم بعد ما غادي نسالي دانيت ندوره للكيك ديالنا. ديك الباستا اللي حكيت على ديك الجنبات ديال دانيت، ممكن ديروا حبيبات الشكلاط، ممكن ديروا ديك العقيقات، ممكن ديروا اللي عندكم. من بعد ما غادي ندور كلها بالباستا ديالنا، غادي ندير طروفة ديال القرقاع كما تلاحظوا معايا نصاص في وسط او في قلب الكيك على الحشوه ديالنا. غادي ناخذ السيجار غادي نحطو في الوسط جوج، غادي نحط عليهم حب الملوك، غادي ناخذ هاد العقيقات غادي نستفم في الجنبات ديال الكيك هكا مليوحين عشوائيا، ولكن من بعد عاد غادي نستفهم حبيبات وحده تابعه الاخرى حتى نسالي الدوره ديال الكيك. من بعد غادي نزيد حبيبات ديال الشوكولاط، غادي نضيفهم على الباستا ديالنا وفي وسط كريمه ديالنا. المهم هذا هو التقديم النهائي ديال الكيك ديالنا، نتمنى ينال اعجابكم. ما تبخلوش علينا ولي لايك والاشتراك في القناه، الصراحه تجي بريستيج ما تحشمكش مع ضيافك. نتمنى هذا الفيديو يرقكم وينال اعجابكم، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم.
سلو فراسكم.